عزيزي المشاهد، استمع إلى قصة هذا الرجل جيداً، وسواء صدقتها أم لا، لا تنسى مشاهدة المصادر الموجودة في وصف الفيديو وأن تخبرنا برأيك في التعليقات. هل تظن أن بإمكانك كشف خدعتي؟ هذا ما أنت بصدده الآن، أليس كذلك؟ قالها ذلك الرجل المقيد أمام عالمين باحثين كان كل هدفهما كشف خداع المحتالين الذين يهمون الناس بالقدرات الخارقة. نظر إلى بعضهما البعض بدهشة، ثم قال له: وماذا يضيرك؟ إذا كان كلامك حقيقيا فاثبته لنا وسنمنحك شهادتنا الموثوقة في أنحاء العالم. هنا قال لهم: أنا لست مخادعا، صدقوني، سأريكم ما لم تروه من قبل، ولكن ابتعد عني وقيدوني في مكاني هذا. ولكن قبل أن أبدأ تذكر، أنا لم أطلب مالا ولا جزاء ولا شكورا، أنتم من سعيتم إلي. والآن رقب بحرص ما أنا على وشك فعله وأخبر العالم بحقيقتي. هنا بدأت التجربة الرهيبة، واتسعت عين العالمين في ذهول، ودوى صوت طرقات رهيبة في أرجاء المكان. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. دانيال دوغلاس هوم من الشخصيات الخارقة على مر الزمن التي أثارت جدلا وسعا. إذا ما رأيته ستشعر أنه شخص عادي جدا، ولكن إذا رأيت ما يفعله ستشعر بالدهشة العارمة. فما هو المثير بشأنه إلى هذه الدرجة؟ دانيال دوغلاس هوم أحد أبرز الوسطاء الروحيين منذ عام 1833، وهو من أبرز الوسطاء المذهلين في منتصف القرن السابع عشر، بالإضافة إلى عروضه الماهرة التي كان يؤديها بمنتهى البراعة، حتى أنه أدهش كل الناس في تلك الفترة، وبالأحد النخبة الحاكمة الملكية في ذلك العصر. يقال إنه في أحد استعراضاته القوية قام بوضع نفسه في غيبوبة حقيقية لم يستطع أي من الأطباء كشف زيفها، وقال إنه قام بالتواصل مع ملاكه الحارس أو ما يعرف باسم القرين، ووصفه بأنه شديد الطول والقوة. وبينما كان كل من حوله يراقبه جيدا، إذا به يقوم بشيء بالغ الغرابة، فقد فوجئ الناس بطول جسده بمقدار 15 سنتيمتر، على الرغم من أن جسده كان مثبتا جيدا، إلا أن جسده كان يتمدد كالمطاط. ومن أغرب ما تم أداؤه في العديد من المناسبات وضع الجمر المشتعل على يده دون أن يؤثر فيه أو يتأذى بأي شكل كان، وهو كان عرض أساسي يقوم به في كل عروضه المشهورة. في أحد المرات المذهلة قام الباحث والعالم ويليام كروكس، وهو يعمل بالجمعية البريطانية للبحوث الفيزيائية هوم، قام بعمل تجربة على دانيال دوغلاس وهو يلتقط قطعة من الفحم المشتعل باللون البرتقالي المميز للفحم المشتعل. ولدهشته قام بالنفخ في قطعة الفحم بين يديه إلى أن تحول اللون إلى اللون الأبيض وخرج اللهب من بين أصابعه. هنا ترك قطعة الفحم تسقط وهو يبتسم له كعادته، وعندما فحصها وجد أن قطعة الفحم لم تعالج بأي شكل من الأشكال. والأكثر مدعاة للدهشة أن يدي دانيال دوغلاس كانت ناعمتين بلا أي أثر للجروح والتقرحات أو حتى أي أثر لحروق بسيطة. ولاحظ أيضا أن يدي دانيال ناعمة شديدة النعومة مثل يدي النساء. وفي واحدة من استعراضاته التي لا تنسى قام دانيال بالارتفاع متحديا كل عوامل الجاذبية، وتعلق بالهواء أمام نافذة بالطابق الثاني، ثم دخل من هذه النافذة وهو ما زال طائفا بالهواء، ورأى دهشة الشهود الذين رأوه بأعينهم، وسجلت كل مشاهدتهم وتم توثيقها. وفي إحدى المرات قام بروفيسور يدعى ديفيد ويلز من جامعة هارفارد وثلاثة من علماء الروحانيات أو الماورائيات بمراقبة دانيال وهو في غرفة مضاءة بشكل جيد، حيث قام دانيال برفع طاولة في الهواء أمام أعينهم وهو يجلس بعيدا عنها، وكل ذلك بالنظر إليها فقط. كانوا شديد الذهول مما رأوا ولم يجدوا أي تفسير لما تم رؤيته، ولكنهم وثقوا كل تلك الأحداث وبمنتهى المصداقية. كتب دانيال دوغلاس كتابا مهما جدا للمراجع العلمية التي تدرس حالته، أسماه أحداثا في حياتي، حيث زعم في كتابه أنه في أغسطس من عام 1852 في منزل وورد تشيني في مانشستر الجنوبية، قام دانيال بالارتفاع في الهواء مرتين حتى لمس رأسه سقف الغرفة،
والأعجب من ذلك كله هي تلك الأصوات التي صحبت ما قام به، حيث كانت أصواتاً تشبه دقات غامضة، وكان كل شيء يهتز بعنف من حوله أثناء قيامه بتجاربه الرهيبة. ومما ذكر من قبل دانيال دوغلاس بشأن طفولته أنه قال أنه حينما كان مراهقاً بدأ إحساسه بقدراته الخارقة حينما كان يستشعر أشياء تحدث بالفعل في المستقبل. وحينما وصل إلى سن المراهقة بدأت ترافقه ظاهرة الحساسية الزائدة تجاه الأرواح والأشباح التي تكلم عنها علماء الموارائيات طويلاً. وكان ذلك يحدث عندما يدخل غرفته ودائما ما يسمع أصوات ودقات غامضة، وكان أثاث المنزل يتحرك من تلقاء نفسه ومن حوله وهو ما لم يتم فهمه. ولكن يظهر هنا سؤال، هل هي مجرد قصص ملفقة منه أم أنها بداية ما حدث ومنحه قدرات خارقة؟ توفي دانيال دوغلاس عن عمر ناهز 38 عاما وهو مريض بمرض السل الذي تمكن من كل جسده، وقال الناس إن جسده كان يضعف تدريجيا وبدأت قواه الخارقة تختفي في أيامه الأخيرة مع قدرته على التحمل، ودفن في مقبرة سان جيرمان إلا باريس الروسية. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.